بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير تقدم في البحث السابق أنه في بعض الأحيان يكون النعت جملة قد يكون النعت مفردا وهذا هو الكثير والاكثر واحيانا يكون النعت جمله الجمله تقع نعتا فيقال فيها الجمله الوصفيه وهذه الجمله تكون في المحل تابعه للمنعوت من حيث الاعراب والمتبوع المفروض ان يكون نكره لان الجمله هي بمنزله النكره وتقع نعتا للنكره فاذا كانت الجمله بعد المعرفه لا تعتبر جمله وصفيه بل يمكن اعتبارها جمله حاليه فلهذا يقال الجمله بعد النكره صفه والجمله بعد المعرفه حال كان هناك شرط قلنا بان هذه الجمله الوصفيه لابد ان تكون جمله خبريه جمله تدل على الخبر ولا يجوز ان تكون جمله انشائيه فيها معنى الطلب الجمله الانشائيه لا تجعل لا يمكن ان نستخدمها وصفا كما قلنا مثلا مررت برجل اضربه او مثلا مررت برجل ليته معنا مثلا ان تكون جمله طلبيه بعد النكره قلنا هذا لا يجوز نعم في الجمله الخبريه اي الجمله التي تقع خبرا الجمله التي تقع خبرا عن المبتداء يجوز فيها وجهان اما ان تكون اخباريه واما ان تكون انشائيه زيد قام ابوه هنا الجمله الخبريه جمله تدل على معنى الخبر اي معنى اخباري زيد قام ابوه واحيانا تقول زيد زيد قم واستقبله زيد قم واستقبله مثلا هنا زيد مبتدا قم واستقبله او زيد استقبله هذه جمله وهي انشائيه وقعت خبرا وقعت خبرا طيب فإذا في الجملة الخبرية يجوز الوجهان أما في الجملة الوصفية لا يجوز إلا أن تكون جملة إخبارية جملة فيها معنى الخبر أما الجملة التي فيها معنى الإنشاء فلا يجوز أن نستخدمها وصفا أن نجعلها وصفا كان هناك إشكال أنه نحن نجد أحيانا في شواهد من الشعر نجد أنه الجملة الإنشائية وقعت نعتا وقعت صفة كما لاحظتم في المثال في الشاهد جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط مذق هو المنعوت أين النعت؟ هل رأيت الذئب قط؟ هل رأيت الذئب قط؟ هذه جملة جملة إنشائية وهذه الجملة الإنشائية وقعت نعتا لمذق فماذا نقول هنا؟ قال بأنه في مثل هذه الحالات نقدر القول نقدر القول جاءوا بمذق مقول فيه هل رايت الذئب قط فالنعت في الواقع كلمه مقول كلمه مقول هذا هو النعت مقول نعت لمذق طيب القول يحتاج الى مقول مقول ما هو القول ما هو القول هل رايت الذئب قط اذا جمله هل رايت الذئب قط ليست نعتا وانما هي الجمله المقوله مقول القول مقول القول مفعول مفعول القول وهنا باعتبار ان مقول اسم مفعول فهذه الجمله في محل رفع نائب فاعل اذا هذا هو الحل هذا هو الحل في الجمله الوصفيه اذا راينا ووجدناها انشائيه في بعض الحالات العلاج هو هذا ان نقدر القول سؤال انتم قدرتم القول هنا في الجمله الوصفيه فهل تقدرون القول فيما اذا وقعت الجمله الانشائيه خبرا الان قلتم بانه الجمله الخبريه اما ان تكون اخباريه واما ان تكون انشائيه زيد قام ابوه زيد استقبله تلاحظون انه احيانا تكون الجمله الخبريه تدل على معنى الخبر واحيانا تدل على الانشاء تدل على الانشاء فهل في هذه الصوره عندما تكون الجمله الخبريه تدل على معنى الانشاء هل في هذه الحاله ايضا تقدرون القول؟ مثلا زيد استقبله زيد مقول فيه استقبله او لا حاجة الى التقدير ذهب بعض النحاة الى لزوم التقدير انه يشترط التقدير نعم ولكن اكثر النحاة آه على انه لا حاجه الى التقدير هذا الذي يذكره في تتمه الكلام فان قلت هل يلزم هذا التقدير في الجمله الطلبية اذا وقعت في باب الخبر الجمله الطلبية الجمله الانشائيه اذا وقعت في باب الخبر يعني وقعت خبرا عن المبتدا فيكون التقدير عندما نقول زيد اضربه زيد اضربه نحن مثلنا زيد استقبله زيد اضربه في هذه الحاله يكون التقدير ماذا زيد مقول فيه اضربه هل يلزم ذلك هل يلزم هذا التقدير فالجواب ان فيه خلافا هذا مختلف فيه فذهب ابن السراج والفارسي فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك هذان النحويان قالا بأنه نعم لا بد من التقدير زيد اضربه في التقدير زيد مقول فيه اضربه ومذهب الاكثرين عدم التزامه في رأي الاكثرين لا لا يلتزم بذلك لا داعي الى ذلك زيد مبتدأ اضربه جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول هذه الجملة الطلبية وقعت خبرا لا بأس بذلك ولا حاجة إلى التقدير هذا هو مذهب الأكثر طيب انتهى الكلام في هذا الباب ننتقل إلى فرع اخر في باب النعت، قلنا بأنه النعت لابد ان يكون مشتقا لابد ان يكون مشتقا المشتق قلنا هو اسم يدل على معنى معنى الحدث المعنى المصدري وصاحبه يدل على المعنى وصاحبه مثلا اذا قلت قائم قائم يدل على معنى القيام وصاحب القيام عادل يدل على معنى العدل وصاحب العدل هكذا النعت المفروض ان يكون مشتقا يدل على معنى وصاحبه سؤال هل يمكن ان نأتي بالمصدر نفس المصدر ونجعله نعتا المصدر يدل على المعنى ولكن لا يدل على صاحب المعنى مثلا اذا قلت عادل عادل هذا يدل على المعنى على الحدث على المعنى القيام هذا يدل على المعنى على الحدث لا يدل على صاحب القيام على صاحب المعنى على صاحب الحدث الذهاب الخروج الجلوس مثلا فإذا هذا الاسم يعني المصدر المصدر يدل على المعنى فقط ولكن يقول المصنف بأنه ونعتوا بمصدر كثيرا هذا المصدر الذي لا يدل الا على المعنى فقط نعتوا به نعتوا به كثيرا يعني هذا وارد في الاستعمال النعت بالمصدر النعت بالمصدر مثلا زيد العدل زيد العدل لا نقول زيد العادل العادل اذا قلنا فهذا واضح ولكن زيد العدل او رجل عدل رجل عدل هكذا فإذا المصدر ينعت به كثيرا طيب سؤال هذا المصدر هل يتغير بتغير المنعوت؟ يعني المنعوت احيانا يكون مذكرا وأحيانا يكون مؤنثا رجل امرأة زيد هند واحيانا يكون تثنيه رجلان واحيانا يكون جمعا رجال امراتان نساء في جميع هذه الحالات المصدر الذي يقع نعتا يكون مفردا مذكرا رجل عدل رجلان عدل رجال عدل امرأة عدل امرأتان عدل نساء عدل في جميع هذه الحالات نلتزم الإفراد والتذكير فقال فالتزموا الإفراد والتذكير نعم، هنا سؤال عندما نصف الرجل بالعدل نقول رجل عدل كيف يكون ذلك؟ كأن هنا آه عدم تطابق رجل عدل العدل يدل على المصدر يدل على المعنى ورجل يدل على الذات الذات والمعنى ليس شيئا واحدا حتى نصف احدهما بالاخر فماذا هو المعنى يقال بانه اما ان نقدر كلمه ذي نقول رجل ذو عدل رجلا ذا عدل، رجل ذي عدل، نقدر ذو بمعنى صاحب، نقدر ذو بمعنى صاحب، أو أن نقول بأن المتكلم يريد أن يدعي، يدعي بأن هذا الرجل قمة في هذا المعنى لا ان نقول هو عادل لا بل نقول هو عين العدل عين العدل العدل بكامله عين العدل ادعاء ادعاء او مجازا كما يقول الشارح مجازا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له على العموم يقول المصنف ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل ويلزم حينئذ الافراد والتذكير يعني المصدر يلزم الافراد يكون ملازما للافراد والتذكير والنعت به على خلاف الاصل النعت بالمصدر على خلاف الاصل على خلاف القاعده لانه يعني لان المصدر يدل على المعنى او نقول يدل على الحدث لا على صاحبه ونحن سابقا اشترطنا قلنا يشترط ان يكون النعت مشتقا والمشتق يدل على المعنى وصاحبه وهو مؤول في مثل هذه الحالات عندما يقع النعت عندما يقع المصدر نعتا نؤول إما على وضع عدل موضع عادل إما أن نقول عادل بمعنى عادل عادل استعمل هنا بمعنى اسم الفاعل بمعنى عادل او على حذف مضاف او نقول بانه هناك مضاف قد حذف والاصل مررت برجل ذي عدل هذا هو الاصل مررت برجل ذي عدل بتقدير ذي ثم حذف ذي المضاف قد حذف وأقيم عادل مقامه عادل المضاف إليه قد جعل مكانه إما أن نقول هكذا بحذف المضاف وإما على المبالغة إما أن نقول استعمال العدل هنا للمبالغة بجعل العين نفس المعنى بجعل العين يعني جعل الرجل الرجل نجعله نفس المعنى نفس العدل نقول انت عين العدل الفضل كله الفضل كله العدل كله مجازا مجازا استعمال اللفظ في غير ما وضع له او ادعاء من باب الادعاء ندعي ندعي بان هذا الرجل صفته العداله الى درجه بحيث يمكنك ان تعتبره عين العدل بذاته ينتهي الكلام في هذا الفرع وفي هذا الباب ينتقل إلى بحث آخر، بحث آخر أنه نعت غير واحد، نعت غير واحد، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، هناك رجلان مثلا تريد ان تنعتهما او تنعتهما تريد ان تصفهما زيد وعامر زيد وعامر تريد ان تصفهما بالنسبه الى الوصف ماذا تفعل زيد وعامر تريد ان تصفهما جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر. وصف زيد ووصف عمر. هذان الوصفان بين حالتين اما ان يكونا مختلفين واما ان يكونا مؤتلفين. الوصف قد يكون متحدا وقد يكون مختلفا. مثلا تقول مررت بالزيدين الزيدين زيدين غير واحد يعني ليس مفرد هذا اثنان الزيدين الكريم والبخيل مررت بالزيدين الكريم والبخيل بما ان الوصف يختلف فعاطفا فرقه فرقه اما اذا كان الوصف مؤتلفا كلاهما كريم تقول مررت بالزيدين الكريمين مررت بالزيدين الكريمين فيقول المصنف ماذا ونعت غير واحد نعت التثنيه الزيدان الزيدان غير واحد غير واحد يعني تثنيه نعتهما اذا اختلف النعت اذا اختلف كريم وبخيل فَعَاطِفًا فَرِّقْهُ في هذه الحالة تفرق بينهما بالعطف الكريم والبخيل لا إذا اتلف لا فيما إذا اتلف إذا نُعِتَ غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر النعوت تختلف ففرقناها بالعطف وان اتفق يعني النعت كان متفقا نعتهما شيء واحد جيء به مثنى او مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرِجال كرماء لا حاجة أن نقول برجال كريم وكريم وكريم لا برجال كرماء برجلين كريمين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد